هخوفكم تاني، هخوفكم، هوريكم اهو. ايه ده؟ صباعك يا فندم. مش قصدي يا غبي، ده تراب. يعني معنى كده ان مكتبي حبيبي ما تنضفش. والله يا فندم ما نضفه، ده انا حتى لسه كانس. انت اسمك ايه؟ كلهم ساكتين ما عدا انت يا خالة اللتاتة، اسمك ايه؟ خدامك زايد. زايد؟ ده انت ناقص. اسمع، اسمعوا كلكم، اللي اشتغل في شركة السعد اللي هو انا، الشركة دي كلها بالمدخل بالسلالم بتاعتي، يعني ممكن اخطفها واطير اهرب بيكم، ومحدش هيعرف لكم طريق جرة. اللي اشتغل هنا لازم يشتغل 25 ساعة في ال 24 ساعة. ازاي يا فندم؟ مش مسؤوليتي، براحتي بقى. افتح شركة وشغلني عندك وادي دقني لو جيت اشتغلت. اللي اشتغل هنا ما يبربش، ما ينامش، ما يجوعش، اللي يتأخر يتفصل، اللي يعيا يترفد، اللي هيغلط اذبحه، واللي مش عاجبه ويروح. والله اثبت اثبت. نشتغل هنا لازم يبقى مكن مش بني ادمين. ما تقلقش يا فندم، احنا مكن. اخرس، احنا ما عنديش اعذار. ايوه يا فندم، بس احنا احيانا بنحب نروح الحمام. اعملها على نفسك. اقولك البس بامبرز، اشمعنى انا؟ انتوا مش احسن مني؟ واللي هيعترض اكسره. انا سعد السعد، انت مين؟ دادي، ايه رايك بقى؟ زي القمر يا حبيبتي. انا كان نفسي
نفسي قوي مامي تبقى معايا. ما انت عارفه ان مامي مش موافقه على الجوازه دي، معتبره ان سعد انزوح وعصبي، بس اللي انا متاكد منه ان هو راجل ومستقيم وهيحافظ عليكي ويسعدك، واهم حاجه ان انتوا الاثنين بتحبوا بعض. احنا بنحب بعض قوي 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 يا دقتي. الف الف مبروك يا سعد باشا، ان شاء الله رب. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، ربنا يتمم لك ان شاء الله النهارده بالف خير. بس بس خلاص، في ايه؟ اقف عدل. انا اسفه، بقول لحضرتك ايه، انا طبعت لك دعاوي الفرح وجهزت كل الترتيبات وكله مية مية ان شاء الله. ألف مبروك يا ميريت يا حبيبتي. ألف مبروك لك أنت يا سوسي. شكرا. إيه ده ميريت، أنت خفيفة قوي. إيه حسن وقعت؟ بتقول بورصة سيدني وقعت؟ لو ما قفلتش الموبايل دلوقتي حالا هكسره. شش، بالراحة يا ميرو بالراحة. خلاص يا حسن سيدني في حالي بقى دلوقتي، يلا سلام.
بالك يا نيرو في ايه؟ انا زعلانه منك يا سوسك. ليه يا حبيبي؟ كل شويه شغل شغل شغل، حتى يوم جوازنا في اوضه النوم مش كفايه اللي عملته في الفرح يا حبيب قلبي؟ ما انا معاك اهو، وانا روحت فين يعني؟ انا بموت فيك يا قمر انت. بقولك ايه، انا هدخل بقى اغير بقى اللبس ده في الحمام واجيلك عشان نتكشف. متأخرش عليا. ليه يا ميرا؟ كده انا هتوحشني. وانت كمان هتوحشيني. مش قصدي هنا يا شقية يا شقية. طب مفيش صورة كده ولا حاجة معاكي؟ عسل عسل عسل. باي باي. جاي لك هوا هوا، ما تتحركيش من هنا ها. لو اي حد سأل عليا قول له في الحمام. حبيبي. ايوه يا حسن، بتقول بورصه سيدني مالها؟ حبيبي مالي عليا البيت. صباح الخير ماي دارلينج. صباح الخير يا سو. ايه ده انت لابس رايح فين؟ جوزك؟ لا 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 لو سمحت يا ميريت، انا لسه بتكلم بهدوء. لا لا مفيش خروج. يعني ايه مفيش خروج؟ انا رايح الشغل، عندي شركه. ايوه مفيش شغل النهارده ومفيش شركه كده تقعد معايا. اوعي بقى. وبعدين ايه العرسه اللي عماله؟ اوعي بقى هتمشي يا سوسك. بقى يا سوسك. سوسك انت بتنادي على كلب ولا ايه يا ميريت؟ يا صباح العناب من فوق ومن على الجناب. الله اكبر يا است ميريت، صباحيه مباركه. يا نهار ابيض ميريت ميريت. بس بس. مين اللي جاب دي هنا؟ انت عارف ان انا ما اقدرش استنى عن سهير حبيبتي. وانت عارفه كويس قوي يا ميريت انها ما بتنزلش من هنا. وبعدين هي دخلت من الباب ازاي اصلا؟ انا اديتها مفتاح البيت. مش قضيه مفتاح، دخلت من الباب ازاي؟ ما تسالنيش دخلت من الباب ازاي، لان انا اللي دخلتها البيت. وانت تدخلي بصفتك ايه انت؟ مراتك. ادخلي عادي، واحده بتزعق لجوزها. ادخلي تعالي هنا، حسك عينك بعد كده علشان العلاقه تبقى كويسه. اوعي تزعقي لي تاني ها، قدام اي حد غريب يعني. وبعدين يبقى استاذنيني، انا هرفض لك الطلب عادي يعني. هو انت فاضي؟ طب انا ماشي بقى. فطار العرايس جاهز يا احلى عرايس. بس 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 بس. ايه انت فرح؟ انا هفطر في الشركه. يا نهار اسود، انت هتروح الشركه يوم صباحيتك؟ الموظفين هيعملوا عليك حفله. حفله؟ نو 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 نو، لوكال لوكال. انا ماشي يا مرت. استنى هنا، مش هينفع تمشي عشان مامي وبابي جايين. اقول لهم ايه؟ بقول لك ايه بقى، احنا مصدعين على الصبح، مفيش خروج. يعني ايه مفيش خروج؟ انت عارفه انت بتكلمي مين؟ ده انا سعد السعد. يعني اكسرك. اوعي جرايه استمرت. انت هسيبيه يمشي؟ انا اعمل له ايه يعني؟ شفتي هو بيزعلك بيقول لك انا سعد؟ راجل قوي راجل ايه رايكم في الفيلا يا اولاد؟ تحفه يا بابي. تهبل بس مش بعيده قوي دي يا بابا، ده احنا في اخر الدنيا. بس فيها جنينه كبيره تنفع تلعب فيها كره يا طارق. ايه ده طارق؟ حد يعمل لبابي كده زي المعزه؟ وكمان بتعمل لي حمار؟ بقول لك ايه، ما تيجي تلعب معايا كوره؟ مش فاضي، بخترع طبق طاير. بقول لك ايه، ماليش عندك طبق محشي؟ لطيفه لا 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 بليز، مش لطيف. لا 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 لا، ده لوكال. يلا على جوه. يلا انت لوكال. يلا 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 يلا.
عايزه اسالكم احنا لماذا خدنا اجازه وانت يا هذا قول لي لماذا خدت اجازه انت يا هذا يلا يا حبيبتي شيلي الشنطه عشان ندخل وانت بطبقك الطاير ده يلا يلا يا يلا, 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 يلا يا هذا خدي البزازه يلا كل واحد يشيل حاجه وبسرعه فيت 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 اسرع اسرع شيل بسرعه وانت حبيبتي مش هتشيلي حاجه معاهم مش كفايه شايله دلع ولادك وبعدين يا حبيبي من شايله اسرارك اشيلي اكتر من كده اه فعلا واسراري تقيله قوي ده كلبله في منظرك ربت لنا الخفيف قال ايه الموظف عندي يشتغل 25 ساعه في ال 24 ساعه تقول له ازاي يا فندم يقول لك معرفش انا تصرفوا موظف عندي ما يجوعش ما يرباش ما يخشش الحمام يلبس بامبرز في السن ده نزروط الدنيا ما انتوا اللي بتسكتوله فعلا احنا اللي بنخاف ويقعد يلف ويخضنا واحنا نتخض زي الابل وهكسركوا ويخوفنا ويكسر الاقلام ما نجيبوش اقلام تاني اه فكره احنا نجيب اقلام السنون دي اللي ما بتتكسرش وبيتمنظر بالاقلام الرصاص بتاعته وشركتي حبيبتي اخطفها واجري بتاعتي وانتوا تجروا ورايا وقطع نفسكوا واقفل عليكوا واحبسكوا طب ما احنا كنا شغالين في شركات باحترامنا انا كنت شغال في بنزينه ما كانش حد يقدر يهني الاهانات دي انت كذاب كنت شغال في فرن لا الفرن ده زمان انا بتكلم على بعد كده ويستعبط وعامل نفسه ما يعرفنيش بقالي 12 سنه شغال معاه انت يا واد انت اللي هناك انت اللي بتتكلم لوحدك خالتي اللتات انت اسمك ايه خدمك زايد انت زايد انت ناقص وانت يا زايد بترد عليك كتك 60 نيله ما انت المفروض تقول له انا ناقص وتخلص وتكتمه وتكبسه وقال ايه انا سعد السعد انت مين انا سعد السعد انت مين خدمك زايد انت زايد انت ده انت ناقص يا ناقص وايه ده اللي انت لابسه ده بنصيف يا فات بتصيف ببلطيم ها مالها جمسه مخصوم منك شهرين يا فندم كتير تلات شهور وهرجعك للفرن والبنزينه كمان ها انا بعمل كده امال بتعمل ازاي شوف اتفرج اهبل هتفرجنا اه طب اروح اجيب ليه بروح لا لا اقعد ده انا هوريك النجوم في عز الظهر انت بالذات يا بربنت انت ها اكيد انت اللي عامل الرحله اللي بره دي صح صدقني يا فندم مش افسيها واغرقها لا لا بلاش بلاش اتفرج بس يا ست وبعد ما ورثت خالي من البرازيل ما بقتش بقى محتاجه اشتغل اليومين دول كنت بتشتغل ايه مدرب باسكت بول كل الانديه كانت عايزاني بس انا قلت اخد اجازه عشان استمتع بفلوس خالي وفي نفس الوقت افكر في خطط جديده يا ما اقولكيش بقى بيعشق التخطيط من كتر حبه في التخطيط مخطط على نفسه صراحه انا حبيت اولادكم قوي ربنا يخليهم لكم والف مبروك عليكم السكن الجديد ومبروك لينا جيران لطاف زيكم قوي كده ميرسي ميرسي سعد جوزي ده ده ايه ايه يا عم بس بس ايه ده ايه الازعاج ده انت ايه اللي جابك هنا يا ميرت وايه الكائنات الضاله دي الكائنات دي ولادي نسيت اعرفك بنفسي انا عمر الشريف بس مش الممثل اسم حضرتك ايه بليز ميرت اتفضل انا سعد السعد اكيد سمعتوا عني لا ما سمعتش بس عموما سعد السعد ما تتعوضش بومبونيه جوزي بومبونيه زعلانه منك قوي يا فندمايه ازاي تسيب العسليه يا مراتك ليله صباحيتكم وتروح الشغل ايوه فعلا الكومباوند مليان ذباب بس اخرسي إيه؟ انت مالك انت بتتدخلي في خصوصياتنا مسيو سعد لو سمحت لو سمحت اتنين في حياتك اوعى تزعلهم مامتك عشان جابتك الدنيا ومراتك عشان هتخرجك منها بومبونايا بومبونايا وانتوا بقى ان شاء الله يعني سكنتوا هنا من امتى لسه حالا يا دوب احنا ما غيرناش حتى هدومنا بقى انا اسيب كل الدنيا دي كلها علشان اختار مكان هادي زي ده تقوم تجينا عيله فيها كل الاطفال المزعجه دي اتفضل ما تقولش اطفال وما تقولش مزعجه
بليز ميرنت. لا اطفال ومزعجه، ولو ما تظبطتوش هكسركم. تكسر مين يا برنس؟ اتكلم على قدك يا كوتش. الانساس نامت والقوالب قامت يا جدعان. يا ولاد عيب، ما يصحش، ده بيتنا. شكرا. يلا يا شاطر من هنا. شاطر شاطر ايه وكوتش ايه وبرنس ايه؟ يلا انتوا ما تعرفوش انا مين. قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون وسيمة. قولي أحبك. بحبك يا سوسي. بصوت عالي. بحبك يا سوسي. وأنا كمان بحبك أوي يا ميرو. على فكرة ميرو، انت كده الظهر عليك وش السعد عليا، ده انا كسبت النهاردة مكاسب في الشركة مهولة. عشان كده ما جيتش على الغدا النهاردة. معلش يا حبيبتي هعوضها لك. النهاردة بقى ليلتنا ان شاء الله كده صباحي. تعالي لي يا بطة. وانا مالي هو. سوسي. بطل الزفت اللي بتقببه ده بدل ما اجي اكسرك، مفهوم؟ يا عم ركز في اللي انت بتعمله. اشوفك بقى، سيبك منهم وتعالى. يلا اتنرفز جدا. معلش يا حبيبي. ليش يا ميرو؟ مش قلقان. ده احنا النهارده ليلتنا صباحي. شفتك حبيبي. ايه ده؟ ده انا هنزل اديهم بالجزمه وافسلهم الكره دي. لا لا لا، اوعي اوعي يا ميرو، اوعي بقى. اوعي بقى. ما عندهمش دم. فين العيال الجزم اللي ما تربوش دولت؟ مش لاقيين حد يربي. ايه ده؟ انت يا راجل يا تافه، يا راجل يا عيل، يا راجل يا عيل، انا مش عارف انام. ايه اللي انت بتلعبه ده؟ مفيش حد يلعب كره في وقت زي ده. وانت متنرفز ليه؟ هي دي مشكلة جنب مشكلتي؟ انت عارف انا مشكلتي ايه مسيو سعد؟ ايه يا سيدي؟ ان انا من ساعة ما بدأت ألعب باسكت كل باسكت بلعبه بيجي نفسي مرة واحدة اضيع باسكت. يا سيدي انا مشكلتي ان انا مش عارف انام. من فضلك سيبني ألعب. انت عيل صغير ما تستحي على نفسك يا راجل يتقفل. اوه نو، انا مدرب باسكت بول. بول بقى وبيبي، وهتقرفنا طول اليوم بشكلك ده. لو سمحت مسيو سعد، انا اللي رفعت قضايا على كل شركات النظافه عشان بيقولوا على صفيحه الزباله باسكت. طب صفيحه الزباله باسكت والكبانيه باسكت، ولو راجل بقى ارفع عليا قضيه. ما تقولش كده تاني من فضلك. من فضلك انت ما حدش يلعب كره في وقت زي ده. لا يا اما هقطعها لك. يلا يا سعد اطلع. ادخل انت يا بنت، انت بتجري جوه. ماشي انا مستنياك لما تطلعي. مش طالع. بعد اذنك بقى انا طالع. يا خساره جت. لا مش معقول العيله المزعجه دي، حاجه يعني لا تطاق. راجل طويل وهبل وقرع وبيلعب كره بالليل. سوزك لا 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 لا. سوزك ايه بس يا ميرو بقى؟ لا انا زعلان منك جدا على فكره. ايه ده ليه بقى؟
مش انا قايل لك قبل كده 100 مره ما تهزقنيش قدام حد غريب؟ معلش بقى، انت سيبك منهم وركز معايا انا. ماشي حاضر يا قمر. اركز تركيز، ده احنا ليلتنا النهارده صباح. ولا اقول لك تحب اركز من الاول كل اللي احبك؟ لا 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 لا، تعالي لي يا بطه احسن، كل اللي تعالي لي يا بطه احسن. بس كان في حاجة قبليها على فكرة. تعالي لي يا بطة وانا مالي اهو. احنا ليلتنا مهببة النهاردة. فيها ايه يا سوسي؟ انت بتصحي كده معدي؟ ركز معايا بقى يا سوسي. سوسيك حبيبي بقى. اوكي يا جامد يا طارق. بابا يا جامد يا طارق، يا جامد يا طارق. اوبا 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 اوبا، يلا بينا. مش عارف ايه الموتوسيكل اللي بقاله ربع ساعه بيعدي ده. ياه انت تتلكك يا سوسي كل ده عشان تتهرب مني. انا بتلكك وبتهرب انا؟ يا حبيبتي ابدا والله. ده احنا حتى النهارده ليلتنا صباحي. يلا في ده يا الحمد لله. ده اتقلب. لا لا تعالي يا ميرو، تعالي. راح فين؟ هروح اشوف الموتوسيكل. يا ستي بقى خلينا بقى هنا، ولا انت بقى شكلك بقى بتتلككي بقى يا ميرو علشان بتتقربي بقى مني بقى. خلاص يا سوسي خلاص، اهو اهو اديني قعدت اهو. يلا خلصني بقى، خلصني انا اتخنقت. تحب اصورك عشان تشوفي شكلك؟ فين الرقة والرومانسية يا ميرو؟ فين الرقة؟ يا سوسي ما كانتش بوسة دي بقى، انا اتخنقت. ليه؟ يلا بصني وخلصني بقى. ما انا بوستك قبل كده مرتين في ايدك، فاكره ولا ناسيه؟ خلاص يا حبيبتي. وبعدين بقول لك ايه، حسك عينك بعد كده عشان لو يعني عايزه تعيشي معانا في البيت ده. ها الشباك ده ما تفتحهوش ابدا ماشي، يا اما هكهربه طالما الواد اللي قدامنا ده شباكه على شباكي. بتجري عليا يا سوسي. لا خالص يا حبيبتي، انا بس الواد ده اللي مش طايقه اصلا. وبعدين بقى النهارده بقول لك ليلتنا صباحي. لا صباحي ايه، ده احنا ليلتنا البردعي. فين البنت ميرو؟ تصبح على خير يا حبيبتي. يعني مش سامعة؟ لينا دعوة، لينا دعوة، ده قلة أدب ده على الصبح. إيه ده؟ إيه ده؟ ده ينفع؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إيه بقى في إيه؟ جنينة حيوانات وملاهي مع بعض. الله الله الله، ده لا يمكن يتسكت عليه ابدا. انت هتروح فين؟ نازل للجيران الزفت دول، وانت بقى اشبع بالغطا لوحدك. سوسي يا سوسك، دول ناس بقى لا يطاقوا. عارف يا ابن الفسايه، من كتر اكل الشوكولاته سناني خلاص مش قادره مش قادره. هما ليه ما يدمجوش في كلية طب الأسنان؟
بقى كلية طب الألسن وتبقى كلية طب البق. حرام عليكم بقى، وقفوا المهزلة دي، عيب. بقول لكم ايه، انتوا لازم ترموا اللعب دي والكلب ده بره دلوقتي اهو. انتوا ولا بتوع سيرك ولا ملاهي؟ قولي ايه يا كوتش؟ كوتش ايه يا صندل انت؟ ايه في ايه حضرتك، مالك متزرزر كده ليه ودخل علينا بزعبيبك كده؟ مالك في ايه؟ زعبيبك ومتزرزر؟ لا ده انتوا كده عيله لوكال. دي مش اصحاب فلل، الاخ جرسون والاخت خدامه. بقول لكم ايه، انا ممكن دلوقتي اهو اشتري الفيلا بتاعتكم دي دلوقتي حالا عشان اريح دماغي. بجد؟ ده احنا اللي نشتري منك الفيلا دي لو حابب تسيبها يعني. انا هسيب فيلتي، انا هسيب فيلتي. بقولك ايه، انا سعد السعد. انت مين؟ انا اقولك احنا مين. سمعت عن عيلة قمر الدين دي اللي بتطلع في رمضان؟ عيلة قمر الدين يمتد نسبها لعصمة باشا قمر الدين. احنا بشاوات ابا عن جد. بقولك ايه، قمر الدين عناب خروب. انا اللي ليا ان العيال دول يخرسوا، انا مش عارف انام، انا راجل بحب الهدوء. يا سلام، وانت مين بقى حضرتك هنا عشان تتحكم فينا بالشكل ده؟ ان شاء الله وهنعمل دوش وهنلعب زي ما احنا عاوزين. ورينا بقى هتعمل ايه، احنا نكسرك كده. تكسروني كده؟ على فكره الحركه دي بتاعتي يا غشاش يا غشاش. ولا ايه، لو جبت لك روي هعمل معاك الجلاشه وهظبطك، فاهم؟ ننزل البحر مثلا، او النبي استمرت نفسي انزل البحر قوي. احصلوني معاكم في العربيه. البحر ايه اللي انت عايزه تروحي يا اختي؟ انت لو نزلت البحر هيحصل فيضان، وبعدين العربيه بتاعتنا 4 راكب بس. بقول لك ايه يا مريت، انا لا مسافر ولا رايح في اي حته قبل ما اطفش العيال دي من الفيلا بتاعتهم. البنت قد كده وبتعمل لي كده؟ ده انا اللي مخترعها دي. دول اطفال يا زوزك. بقول لك ايه، لو هم بقى اطفال انا اطفال منهم، وانت عارفه كده كويس. انا عارفه. خلاص يا سهير ادخلي جوه. مش همشي. هجيب لك الكومبو اللي انت بتحبيه. يا مريت والله العظيم ده بيعمل كوم كوم كوم. زوزك حبيبي، زوزك. انت بتعمل اختراعات تاني يا سمير، انت ما بتحرمش ابدا، ده انت بهدلتنا معاك يا اخي. ايوه، ومش هبطل اختراعات. ابقى اعمله بره في الجنينه الاختراعات بتاعتك دي. انت ناسي اخر مره لما فجرت الاوضه ودمرت الدنيا كلها؟ انا غلطان اني كنت عايز اخترع لك عجله. عجله؟ عجله ايه يا ابني؟ طب بدل ما تخترعها اشتريها اسهل، وبعدين بقى ان شاء الله هتخترع لنا ايه المره دي عبقري. ماشي، انا هوريكم بقى شوف اخرتها معاهم. ده بيعمل ايه؟ سوزك ايه ده بتعمل ايه؟ وصلت بيك الدرجه انك تراقب الجيران يا سوزك؟ الولد الصغير ده بيدبر لي مكيده. شايفه؟ شايفه حاطط ايه في الجنينه؟ انساهم بقى يا سوزك، انساهم. ركز معايا انا يا بيبي. يا سوسك. يا حبيبتي. انسام، احنا في الهاني مون يا حبيبي. لا بقولك ايه، هاني مون هاني رمزي. انا لازم اعرف الولد ده بيعمل ايه بالجهاز الغريب اللي معاه. سوسك حبيبي. الامير دخل على الفولت. الامير دخل على الفولت. الأمير دخل على الفولت. الأمير دخل على الفولت.
شفتش حد دخل على حد. لما شفت كده بدل ما هو عمال يلف حوالين الجيران. لا 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 مش بحب الحاجات دي. طب بلاش اربطيه. قلت لك انا مش ممكن اعمل كده. اربطيه بالخلفه احملي منه يعني. لا احنا مأجلين الموضوع ده كمان شويه. طب خلاص بقى استمرت ما قدامكيش غير اخر حل. ايه بقى؟ تربطيه برضو؟ اه بالخلفه ولا بالعمل؟ لا بالحبل ده عشان يبقى جنبك كفايه وكسه الصباحيه. والنبي انت اسكتي بلاش وكسه ما تفكرنيش باليوم ده. طب بصي انا هقول لك على حل انا ذات نفسي جربته. شخلعي دلعي هنيني شخلعي لا ودلع. ايوه بقى يا استماري. أيوة يا سلام سلم المير بيتكلم. يوم بقى تعملي له هيفه يوم تعملي له نانسي. يوم هيفه يوم نانسي. ويا سلام بقى لو عملت بكبيرة. ايه الكبيرة دي بقى؟ تعملي له صفينار يبقى ما يضرش. تيري 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 حبيبي اللي انا بهواه بحبك وفرقك لا ملكني هواك ولا اقدر. سوسك سوسك حبيبي انا بفكر اقص شعري انت ايه رايك؟ قصيه. بس مش عايزه اظلم نفسي انا بقالي فتره طويله قوي بطول فيه. خليه
كل صحابي بيقولوا لي لو انا قصيت شعري هيبقى شكلي زي القمر. قصيه. قصه ازاي بس يا سوسك؟ في مشكله كبيره جدا عندي. الشعر القصير مش بيليق على كل التسريحات يا حبيبي. خليه. سوسك انت ما بقيتش تحبني. قصيه. يا سوسك بقى ركز معايا وبصي. ايه ده يا ميرو ده؟ ايه الجمال والقمر ده يا بت؟ معلش يا ميرو اصل بقالي نص ساعة مش عارف ارسم دايرة. ترسم ايه؟ دايرة. ازاي وانت معاك مثلث؟ لا يا شيخة ده مثلث. يا سوسك ركز معايا، شوفني، حس بيا، كل شوية مشغول مع مشاكل الجيران ومشغول في الشغل، أنا فين بقى؟ أنا فين يا سوسك؟ يا حبيبتي أنت هنا في المكتب. وبعدين أنا لا يمكن أنساك يا قمر. دقيقة واحدة بس أخلص الرسمة اللي في إيديا وبعديها أفضلك يا معلم خمس دقايق بحالهم قبل بقى ما أرجع أرسم رسمة جديدة. بجد؟ طب وريني الرسمة كده. إيه رأيك؟ أنا هقول لك رأيي بجد. قولي لي بقى إيه رأيك في الشجرة دي؟ الله. إيه ده؟ إيه ده؟ خدي بنت هنا. خدي بنت. خدي بنت. هي طلبت معاكي تعملي رأي في الحفلة دي ولا ايه؟ هو المخفي جدي حسب الله راح فين يا اخت؟ مش بك ما تستني يا شاب ده احنا هنريحوكي. اشتغلي بقى. ايه يا ابني مفيش حدا يغني؟ 50 استادات وصل بجد. يلا بسرعة. ايه ايه هموت امتى؟ ايه يا حبيبي انت نمت امبارح كويس ولا ايه؟ وانا نمت اصلا يا ميرو، انا نمت من الدوشه بتاعت الجيران الزفت دول. لا لا فضفضي احكي لي ايه اللي حصل؟ انا حاسس يا حبيبتي ان انا ضغطي واطي والدنيا بتلف بيا. لا لا لا. وفي نفس الوقت حاسس ان ضغطي عالي ودماغي هتتفرتك. لا لا دي حاجه غريبه خالص يا سوسك. وكلكم يا حبيبتي والكابوس اللي انا حلمت بيه ده كوم تاني. خير خير. قال ايه خير؟ اللهم اجعله خير. انا وانت كده قاعدين في جنينه وحوالينا الزرع احمر احمر. ايوه مش حلم. وحوالينا بقى الملائكه الصغيرين كده، ملائكه الحب بيتنططوا. الله 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 مسكين السهم كده. ايوه الله الله. فجاه الخمس اهل الشياطين طلعوا، الملائكه شافوهم هربوا، خدوا منهم الاسهم وقعدوا بقى رشقوا فينا الاسهم. ضربوا سهم هنا في عينينا. يا الله. وسهم في عينينا. ورشقوا سهم في مناخير. سهموكي. ايوه سهموكي. اتكفيتي على وشك وعورتي. طب انت عملت ايه يا حبيبي؟ انقذتني. قول لي انك انقذتني يا سوسك. حبيبتي انا ما شفتكيش، ما كان في اتنين كده اسهم. لا 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 دي حاجه وحشه خالص. وحشه اول حلم ده يا سوسي. كويس انك صحيت عشان كده ضغطك عمال يعلى ويوطى في نفس الوقت. طب وبعدين هنعمل ايه؟ اعمل لك كركديه ولا اعمل لك قهوه؟ انا عايز سحله. يا اهلا بتجارتنا البونبونايه العسليايه الفندمايه. حبيبتي ازيك يا رانيا؟ عامله ايه؟ تمام كله مية مية زي ما انت شايفه كده. شايفه شايفه. انت مين الحفله دي عشان بيتك الجديد مش كده؟ اه يا حبيبتي بحب افرح الولاد من وقت للتاني فقلت بقى اعمل لهم حفله كده. هي هي. بس شكلك بتحبي الاطفال قوي 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 قوي. انا مبسوطة قوي عندكم هنا، انا بصدق اشوفهم على فكره. عشان كده بقى بتحبي جوزك. تزعليش مني، هو له حركات طفوليه كده غريبه. لا بس انا فهمتك كويس. انا فهمتك. بس هو يمكن عشان ما عاش طفولته وهو صغير عشان كده بيحب يقعد يلاقي الاطفال قوي. خلاص يجي يعيش طفولته مع اولادي. على الستيج انا عايز بص، كله ركز كله بص، ارفع ايدك يلا وسقف يا عم يا اللي واقفين بص. على الستيج انا عايز بص، كله ركز كله بص، ارفع ايدك يلا وسقف يا عم يا اللي واقفين بص. يلا واد احنا من نجوم الثلاث. يلا واد احنا من نجوم الثلاث. فكر دبر اوعى تقرر لما تكون منهار. طب اجهز وانجزك وهتركز لما تكون محتار. بص شو بص شو. Bye 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 bye.
بتتكلم عربي يا عم؟ انت عايز ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ دي حفله بمناسبه الفيلا الجديده بتاعتي. حفله ايه اللي من الصبح لحد دلوقتي لا عارف انام ولا عارف اشتغل؟ وبعدين دي حفله، دي فرح شعبي. لا من فضلك حضرتك بتتلفظ بقلافيز مش حلوه، من فضلك حافظ على قلافيزك. معلش حقكم عليا انا. لا القهوه يا سلافندي تشربها ولا نعمله لك شاي؟ لا لسه شارب نسكافيه. طب نجيب لك الزوزه. متشكرين يا شابه. ليه؟ ده احنا هنريحوك. لا لحد هنريحوك. بقولك ايه، هتعملي لي فيها ريه وسكينه هعمل لك فيها حسب الله. انا هوريكم يا عيله لوكل. يلا يلا بقى يا طارق. رقص العبيط هتطلع العفاريت. رقص العبيط يلا بابا باي 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 باي. انا هوريهم، انا هدبحهم. لا الاكبر. ايوه لا الاكبر. لا لا عايز الاكبر. جايبين لي حراميه بيغنوا. صدري دي. انا كنت عارف ان جواك طفل صغير بس ما كنتش عارف ان انت مشكس قوي كده. خدي يا استميرت القطن. ايه ده انتوا اتنجدوا ولا ايه؟ بقول لك ايه يا ميرت، ما تاخدنيش في دوكا. انت ايه اللي وداك عندهم؟ ها وهاتك يا راس انت والجزمه دي. جيراننا وعزمونا فيها ايه يعني؟ والنبي وسع على سبع جار. ايش حال دول بقى؟ اولكشي اولكشي. انت من الكويت ولا ايه؟ اولكشي تانياكشي تالتاكشي. اخرس يا بت يا جزمه يا لوكال انت، ها احترمي وزنك. ما الصراحه بقى يا استاذ سعد اللي انت عملته ده جنحه يعاقب عليها قانون العقوبات في الماده 20/4/1990. صح. ده تاريخ ميلادك ده ولا ايه؟ عرفت ازاي؟ اخرسي اخرسي، بدل ما اسفخك قلم 220 فولت يطلع كل اللي جوايا فيك. اضرب يا باشا اضرب، ما انت قادر وتعمل. اهو كل يوم من ده. ايه ده؟ انا ايدي فين؟ ايدي اتقطعت ولا ايه؟ ايدي في الكهرباء يا حبيبي. بص يا بقى يا سوسك. بص. ما انا مش عارف ابص. بقول لك بص. من النهارده مفيش شغل. في حب. في غرام. في كل حاجة حلوة حبيبي. حاضر 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 حاضر. ده كوي. ماشي يا ميرت، من هنا ورايح هيبقى فيه هدوء، علشان بعد اللي انا عملته معاهم النهارده ده مش هنسمع لهم ولا حس ولا نفس. ايه ده؟ طفي النور. غيره انتشروا انتشروا. هي دي حروب السلبيين؟ الهلال مع السليب. انتشروا. بتلعبوني؟ ماشي ماشي، وانا بقى بموت في اللعب. بكره انا هوريكم.
هنا. لا انت اهو انا افتكرتك رحت الشغل، كنت هزعل منك قوي على فكره. لا يا حبيبتي وانا يرضيني زعلك، انا قاعد معاكي هنا الاسبوع كله. ها حبيبي 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 علشان اشوف اخرتها معاهم. مش معقول نو 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 الجوز ده بتاعي انا. ايوه ده بتاعي نو نو، وده كمان بتاعي كله بتاعي على فكره. ها سلام حبيبي اناني. شت. اهلا 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 كابتن ماجد. اهلا اهلا بيك. مش عارف في ايه النهارده، الكوره النهارده مش عايزه تدخل الشبكه. ليه؟ الظهر مزاجي مقرف شويه. اشرب بقى العصير ده ومزاجك هيتعدل. اشرب. ايوه بس انا ما بحبش عصير المانجا. يا سيدي ده مش عصير مانجا. امال ده عصير ايه؟ انت بتحب عصير ايه؟ انا احب عصير الجزر جدا. ده عصير الجزر جدا. نايس نايس. اشرب. اوه بس ده بتعمل برتقال. يا سيدي هو جزر وبيستهبل وعامل فيها برتقال. اشرب اشرب. حركات يعني. عارف انا الحاجات بتاعت عصير دي. اشرب اشرب. زيح زيح يا مور زيح. دور عليكم انتم بقى. علشان تعرفوا من هو سعد السعد. انتوا لسه شفتوا حاجة عشان تبقوا بقى تتحدوني كويس. سعد السعد. لحم في حته والعظم في حته. احنا نكركحنا مش اخلاق بس. بس عدو كده اللعب بقى عن مكشوف، وسعد اعلن علينا الحرب واحنا مش هنسكت. لازم نقدره ونعمل معاه الجلاشه. هنربيه وهنوريه النجوم في عز الظهر. ده احنا هنشخرمه، هنشبحه ضربه ونسلخه سلخ، هنقلعه سلبوده ونضلو عليه ميه ساقعه. لا نربطه من دراعاته ورجليه، كل واحد يشد من ناحيه لحد ما يتقطع كده. او ممكن نسخن زيت مخلل ونحط فيه رجليه الشمال. مال قلبك رايف عليه كده ليه؟ بقولك عايزين نعمل معاه الجلاشه. خلاص يبقى نزود الزيت ونحط فيه رجليه الاثنين ونخلص بقى. عايزين نقطعه. اسكتوا. هو اخوكوا سمير فين؟ هتلاقيه بيختار حاجه من الاختراعات بتاعته. طيب المهم بالعقل والتكتكة مش جهجهون كده، لازم تسمعوا الكلام اللي هقولكوا عليه دلوقتي ده، ولازم تنفذوا بالحرف الواحد. يبقى الله يرحمك يا سعد. يبقى الله يرحمنا انا بقى. الله يرحمك يا سوزك. بصوا لا تراجع ولا استسلام ان شاء الله. دلوقتي اللعب بقى على المكشوف، والعيال دول شافوني يعني اكيد عرفوا ان انا اللي كسرت اللعب بتاعتهم بايديا اللي كانت تنشل دي. حتى حاجه على النار؟ اه معلقه على الارنب. ارنب ايه اللي معلقه عليه؟ بقول لكم ايه، انا خايف العيال دي لا تاذيني. اقفوا جنبي ابوس ايديكم. استغفر الله يا استاذ. نعمل خضار ايه النهارده؟ يا كوسه يا بسله. خضار ايه وكوسه ايه وبسله ايه؟ انا في ورطه. ها هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه انا رايي. ايوه نعمل بسله. يا خساره مفيش جزر. اكيد الارنب كاله. عرفت منين؟ ما يا خاص يا جزر. لا 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 ده كده مشكله كبيره قوي. ليه يا استمارت؟ عشان انا بحب الكوسه بالمفروم. يا سلام نطلع المفروم. يلا بينا يلا نعمل مفروم. يلا مفروم. الظاهر ان المفروم ده هيبقى حضرتي، والمفروم دلوقتي ان انا هبقى لوحدي قدامه. كل حلفاؤك خانوك يا سعد، اذا
هي المعركة، فلتدق طبول المعركة. كده برضو يا ولاد، ده على رأي المثل اللي ربى بتعمل ربى. كده الجيران يقولوا علينا ايه؟ هيقولوا ولاد باباهم برافو دي فور عبدين ودينو. لا 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 ل
وانا بقول انبطحوا ولا شفنا. انا بس انا سمعت. انا عفاريت عفاريت. بس بقى يا سوسي لما ما تتابعش حركات العيال دي انا هسيب لك البيت وامشي. امشي. ايه؟ قصدي يا ميرت هما اللي ابتدوا. يبقى يستحملوا بقى هما لسه شافوا حاجة. هو انت مش شايف نفسك؟ انا ذنبي ايه في كل ده؟ انا كمان ذنبي ايه؟ انا بقيت شبه الرجل الاخضر. بس ما تقوليش اخضر. انساهم بقى وكبر دماغك وطلعت عينينا. انساهم؟ ها انا لا يمكن انساهم. لا يمكن انسحب من المعركة ابدا. هي حرب؟ ايوه حرب يا ميريت حرب. حرب ايوه امال ايه؟ وانا بقى هقضي عليهم واحد واحد مرحلة مرحلة لحد ما اوصل للوحش وهبتديها من دلوقتي. هروح اضربهم بالجزمة قدام ابوهم. ورايح فين يا استمرت؟ هروح يضرب الوحش حبيبي سوسك شرس. انا هوريكم تضرب وتجري يا جبان. انت مين؟ انا سعد السعد. شايف عيالك عملوا فيه؟ انا خلاص قربتك يا شباب. مسيو سعد بدي طب بدي توزوا تفصلني. يعني ايه؟ يعني واحده واحده العصفور يقدر يبني عشه. بقول لك عيالك بوظوني وشي. انت زي جبانك ان ولاد الابرياء الملايكه يعملوا فيك كده. يعني انا هتبلى عليك؟ هتبلى عليك وعليهم؟ ما اعرفش. روح شوف مين اللي شخرمك كده. ست راب وبتقفل كمان؟ بتقفل باب في وشي يا جزمه. ماشي هما فين دول؟ انا هوريكم. ماشي من النمسي للقط. ايه كاسب المصيدة؟ الو الو من القط للنمس. الفار وقع في المصيدة. حول خطة الفار العبيط. حول الو الو الحلو وقع ومحدش سمع عليه. حول من النحلة الى جميع الحيوانات. نفذوا الخطة بعد 3 ثواني. ماشي يا كده. دخول الحمام زي خروجه. انزل انت بقى لوحدك يا حلو. ده لو عرفت عشان تحرم تتحدانا تاني يا كوتش. خلاص خلاص يا شباب نزلوني. طيب نزلوني وانا مش هعمل معاكم اي حاجه تاني. نزلوني حرام. نزلوني يا جماعه. متشكر يا اميره يا غاليه عشان نغرقه في البسين.
لازم يمشي بلامية لابس بدماغ الحنة مطت يلا الله شلنا نعمل معاي الإنة دجل تخفيف مش نافع مدينا الضرسة ورافع أنا قالي فكرة النمائية نديله وش الحنية وشوية شوية شوية نديله بجرد الماية أنا قالي فكرة النمائية نديله وش الحنية وشوية شوية شوية نديله بجرد الماية يا إما بقى نشتغله ونقول له بينا جنية أمزح لو عكس الليم يتخض ويبلم ويكره عشق أمام يمشي في نفسه وكلم هنزح لو عكس الليم يتخض ويبلم ويكره عشق أمام يمشي في نفسه وكلم هنخبط ويجيله دوخة وكمان نعمل له فوت أما ورجل مسلوخة خلتنا بتشيت تلبس سبايدر مان نقلب له البيت تلبان حبيبتي يا زهير فاكراني وانتي طيبه يا حبيبتي ميرسي عيد ميلادك احلى عيد يا ست الستات شكرا قوي يا زهير بس يا رب الناس تسمع وتشوف وتحس عشان كده عملتلك فطار رومانسي ولا فطار تيس وليلى شكرا انك فاكره عيد ميلادي روحي انتي بقى شوفي اللي وراكي عشان انا اعرف اشوف اللي جنبي قدري يا قدري رضا نبيك مكتوب ليا ومقسوم ليك ربنا يكون في عوني خدي بيت هنا ايه يا مير ليه ربنا يكون في عونك في حاجه عندك مشكله طبعا عندي مشكله الفطار صح لا مش الفطار يا سوس البنات سوير لا مش سوير انت مش ناسي حاجه النهارده لا خالص ده حتى النهارده انا مركز جدا ومش ناسي اي حاجه بس في حاجه مهمه قوي النهارده يا حبيبتي بقول لك مفيش اي حاجه مهمه النهارده خالص بجد ولا حتى عيد ميلادي يا ميرو ضحكتيني ايه دخل عيد ميلادك بالايام اللي احنا فيها دي طب انت مولوده 20 اكتوبر والنهارده 20 10 ركزي بقى يا مير عندك حق ما هو اللي بيحب حد بجد ما بينساش عيد ميلاده انا زعلانه منك قوي سوسك على فكره لا لا ما تزعليش ميرو على فكره انا لا يمكن انسى عيد ميلادك ده انا بهزر ايه ده انا زعلانتك ولا ايه محضر لك كمان الهديه بتاعتك في جيبي حبيبي يا سوسك بقى انا زعلانتك ولا ايه فلاش ميموري 8 جيجا انا مش عايزه منك حاجه بجد مش عايزه منك حاجه هي إيه كانت طمعانه 16 جيجا ولا ايه حانت لحظه الانتقام بتنجح يا حبيبي النهارده احنا بنحتفل بعيد ميلادها او برضو انت كنا عايزين عيد ميلادك ولا ايه بصراحه
لا يا انجل، اللي بيحب حد عمره ما ينسى عيد ميلاده ابدا. يا سلام يا اولاد، كل سنه وين 2 3 4 5. كل سنه وانت طيبه يا انجي. الاختراع ده انا عامله مخصوص علشانك. شكرا. بس يا رب يا بنتي ما ينفجرش في وشك. اه صحيح، انا هطلع اجيب لك هدايتك من فوق. وانا كمان. هاتي بابا حبيت لب. خدي يا حبيبتي لبايه واحده. وفار كبير قوي. صور بتاعتنا كلها على الارض. مين اللي عمل كده؟ بتقول ايه؟ يا صور بتاعتنا على الارض. ايه ده ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ لا اكيد سعد السعد. هنوريك يا سعد. اوه لبنون ما في. اوه منديه. امسكوه امسكوه يا اولاد. لا ما تخليش سعد السعد يبوظ فرحتنا ببنتنا الجميله وعيد ميلادها. ايوه صحيح عندك حق. الصباح رباح. Happy birthday to you. Happy عيد ميلاد. على عيد ميلاد. اما وريتكم يا جبنة كل يوم من ده. عارفه انك طيب هتجيني قريب لما بتندهلي هقولك طيب يا سوسك سوسك. ايه يا ميرو انت بتعملي فطير يا حبيبتي؟ سوسك. نعم. انا بردانه قوي. اقفلي الشباك. بقولك يا سوسك انا بردانه قوي قوي. اتغطي كويس يا حبيبتي. انا زعلانه منك. زمان لما كنت بقول لمامي انا بردانه كانت تاخدني في حضنها على طول كده وتحضني على طول. ده اللي ناقص، نجيب امك تنام في وسطنا. انا زعلانه منك يا سوس، انت وحش. ليه بس يا حبيبتي؟ ليه يا حبيبتي؟ وبعدين كوعك عامل زي الدبوس. فيه ايه؟ ايه ده؟ ايه 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 في ايه؟ في عفريت ولا ايه ده؟ ايه اللي خشك ده يا حبيبتي؟ يا حبيبتي دي تعويره بسيطه كده يعني، وانا كنت بحلق دقني. تحلق دقنك فوق حاجبك؟ اصل انا مشعر يا ميرو. وبعدين خلاص يا جميل يا قمر، انا فضيت لك يا معلم. انت كنت بتقول ايه؟ عارفه انك لا 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 قبل يعني بعد مرحله الفطير. ايه كنت بقول لك؟ بردانه يا سوسك، بردانه بردانه قوي. خلاص فهمت فهمت يعني، مش محتاجه ذكاوه. عينيا الاثنين. عارفه انك طيب. جبت لك يا حبيبتي الدفايه دي بقى علشان تدفيكي براحتك، وانا هنام بره عشان حر جدا.
هتتكسر، مفيش ولا صحاحة واحدة سليمة. عشان كده هنعمل معاه السليمة بالتكتكة والعقل، هنظبطه آخر تظبيط. هننتقم منك يا سعد السعد عشان اللي عملته معانا. الواد ده لازم يتعامل مع الصح والغلط كمان. احنا نعمل فيه خطة الدواء بيركب الهوا. سمير أمان، الدواء بتاع هو جاهز. يا سكينة منك له، هنصرفه له ازاي؟ هقول لكم على الخطة وننفذها بالحرف الواحد. من حكم دار العاصمة لسعد السعد القاتل بدير النحاس، اشرب هذا الدواء. الدواء فيه سم قاتل، سم قاتل، سم قاتل، 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 قاتل. الواد ده بيعمل ايه هنا؟ الصغيرين دول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحقوني، انصرفوا، انصرفوا، الحقوني، بعدوا، بعدوا، الحقوني، 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 الحقوني. ايه يا سوسك؟ مالك، مالك يا سوسك؟ انت جننت ولا ايه يا سوسك؟ جننت بيك يا كليوباترا يا عسل انت. أنتونيو جالك. اوعى. انت شارب حاجة؟ ايوة شارب عصير فراولة يا عسل انت يا قمر. ميت ناس على الناس الكويسة. طم طم من بوغي. يا حالة دخلت ولا ايه؟ جاي مستايل، جاي مستايل. تقعد يا خواجه، انت واقف ليه؟ سيت داون. اللي هو كده حضرتك قاعد؟ لا يا راجل. اه ياه، بس بص يا دي، ناقص شعره نفس لون شعره. ايوه فعلا يا فندم. يعني انا ممكن ابقى خواجه؟ انت خواجه فعلا يا فندم. شكرا. اه تشرب ايه بقى يا خواجه؟ يعني درينك واي؟ Could I get tea without sugar please؟
عندنا كل حاجة. تي وزود السكر يا ابني بسرعة. وعندك واحد شايل الخواجة وصلحه. النهاردة بقى يا سادة. سادة ولا بحليب؟ أنا عايز حلبة يا هيثم ما تنساش. خليهم اتنين والنبي يا هيثم. يخرب بيت غباوت الشركة. اطلع بره يا ابني اطلع بره. غنوشي غنوشي غنوشي. النهاردة بقى حضرتك أنا هعرض عليك أكبر مشروع سياحي في الشرق الأوسط. سعد ريزورت. قرية سياحية في الغردقة في منتهى الدقة والهندسة المعمارية الفذة. شغل يا ابني الفيديو كوريكتور بسرعة. اللي هو انه جهاز ده اللي هو الاسود اللي لسه شاريه ده. ما انا معايا الريموتس بتاعه. ايه بس هو بدوس بلاي ما بيشغل. وريني كده الريموتس ده. هي الحجاره. الحجاره. عد 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 كده يا خواجه. عد 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 على ضراديرك. ايوه يا بس جود اتس جود ثانك يو فيري ماتش. اهو اشتغل. شوف الذكاوه. برافو عليك يا فندم. برافو عليك. اتفرج حضرتك كده. ده بقى الرسومات الهندسية في اتفرج عادي ما تتكسفش عشان تشتري. دي رسومات خدت وقت ومجهود جبار. مجهود غير عادي. رسومات في اتفرج ما تتكسفش عادي. احنا عاملينها علشانك انت. ايوه ونبسط الناس. الرسومات دي في منتهى الدقة والليونة. شايف الليونة والرشاقة في الخطوط الهندسية البديعة. هي دي المشاريع ولا بلاش يا مستر سعد؟ ايه الحلاوة دي يا مستر سعد؟ انا ما كنتش عارف انك نمسي كده. بس يا زفت اطفي الزفت ده واطلع بره. اطفي اطفي ايه القصعة حلوة. اطفي اطلع بره انت كمان. انا عايز اشتري يا حبيبي. تشتري يا حبيبي ايه؟ بقولك ايه اطلع بره يا راجل يا ناقص. انت بتنده ليه دلوقتي؟ مش قلت اطلعوا بره؟ مش انت يا زفت اطلع بره اطلع بره اطلع بره. هتاكلوا احلى طبق سلطه من ايديا. ينفع يعني ينفع اخوك وسمير قاعد يخترع فوق في الاوضه لوحده واحنا بنتعشى كده؟ سيبيه يا ماما سيبيه بيعمل حاجات غريبه. بابي انا عايزه طبق السلطه. خدي يا حبيبتي. اتكيري. ايه ده يا بابي؟ طب ايه يا عم ده؟ ما الباقي نفس الطعم. مش عايزه. احسن هبا طماطمايه. انا اللي عامله وانا اللي هاكله. فندمايه ايه؟ فندمايه كل معانا. ايه ده انت ازاي تقتحم علينا بيتنا؟ انتوا اللي اقتحمتوا عليا بيتي وحياتي كلها. حياتي اللي طول عمري بحلم بيها وببنيها طوبه طوبه جيتوا انتوا في لحظه هديتوا كل ده. ضيعتوني. دمرتوا حياتي وبيتي وشغلي. بتعملوا فيها كده ليه؟ حرام عليكم بقى. كفايه بقى حرام عليكم. واخد شنطتك رايح على فين؟ انا رايحه عند مامي. ليه يا ميرو؟ انا زعلتك؟ انت عاجبك اللي وصلنا له ده؟ انا خلاص ما بقتش قادره استحمل اعيش معاك. هتسيبيني؟ ميرو اعقلي. اعقل؟ انا خلاص اتجننت. انت عارف من امتى؟ من اول ما اتخطبنا. الكل نصحني ما اتجوزكش بس انا اصريت. عارف ليه؟ عشان حبيت الطفل اللي جواك. حبيت حنية قلبك. استحملت تصرفات العيال بتاعتك دي كتير قوي.
بس قلت معلش عشان معلش طفولته وهو صغير، لكن انا مش قادره استحمل سوسك انت تصرفاتك خسرتك كل حاجه، خسرتك بيتك وشغلك وحياتك، حتى انا يا سوسك انا حاولت اغيرك بس ما قدرتش، انا ماشيه ومش هرجع هنا تاني الا لما تتغير. الحب أمان مش حرب. مرت مرت ما تسيبنيش، غير علشانك مريت، انا محتاج لك، انت الانسانة الوحيدة اللي حبيتها، الوحيدة اللي فهمتني. تقومي تسيبيني؟ ده انا سعد السعد، انت مين مريت؟ بجد وسعد السعد حياته اتدمرت، هو اللي ابتدى يستحمل. يا عم مش مهم مين اللي ابتدى، المهم ان احنا نصالحه ونبتدي بدايه جديده. انا سمعت اللي هو مكتئب من ساعه ما مراته سابته وعنده مشاكل كتير في الشغل. على فكره يا جماعه سعد اتغير قوي في الفتره اللي فاتت دي، بقى انسان كويس جدا. يا جماعه احنا لازم نساعده. نساعده؟ ايوه نساعده يا طارق، ده النبي وصى على سبع جار. نساعده ازاي؟ ده اصلا ما بيسمعش غير نفسه. يا برنس اتغير بقى واحد تاني خلاص. خلاص يا عم لما نشوف. طب يلا بينا نروح له نصحه. يلا. لا استنوا. ايه لما اقول لكم لازم نعمل ايه الاول؟ ماشي. انتم عايزين ايه؟ احنا جايين نعتذر لحضرتك على اللي احنا عملناه معاك الفتره اللي فاتت، وعايزين نبدا مع حضرتك صفحه جديده. اللي فات مات يا عم سعد واحنا ولاد النهارده. اقبل إيه اعتذارنا بقى. ماشي وهنبدا مع بعض من النهارده صفحه جديده. يعني كله في السكن سيف. ايه يعني؟ صافي يا لبن حليب يا قشطه. اللي يغلط لازم يعتذر. انتوا غلطتوا واعتذرتوا وانا كمان غلطت. اي ام سوري، انا اسف. واحنا هنحاول نساعدك عشان تتغير للاحسن يا برنج الليالي، وهنصلح كل اللي عملناه معاك، وهنلم من بعض كلنا، وكمان هنكسر حصالات. ليه؟ عشان نصلح بفلوسنا كل اللي كسرناه لك يا عم سعد، عشان نكسرها تاني. انتوا عارفين يا اولاد الفتره اللي فاتت دي وحشني قوي المقالب بتاعتك. عملها لي. يلا بقى علشان انا عايز انام. لا مش هنام. يلا عايز انام.
كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. وانت طيب يا ابو سعد. ها ايه رايكم بقى في الشجره دي؟ بقالي شهرين بزرع فيها. حلوه قوي الشجره دي يا ملبنايه. الا قول لي بقى هتطرح امتى؟ عسليه يا انا صح؟ هابي نيو يير. انت مين؟ انا اكيد الزبالي. نو مسيو سعد، انا بابا نوير. ربنا يستر على السنه الجديده. بابي جبت لنا ايه؟ هداياكوا هي يا ولاد. تعالوا شوفوا انا جبت لكم ايه. فندى مايا، انا فين هديتي؟ انا هديتك يا حياتي. اما انت بقى مسيو سعد فانا جايب لك احلى واغلى هديه في الدنيا. تعالوا يا ولاد جنب بعض كلنا عشان فاضل ثواني على السنه الجديده. يلا نعد مع بعض. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. سنة وانت طيبة يا حبيبتي. تتخانقوا لي مع بعض ليه بس؟ استنوا، ده ضحكة واحدة ممكن تحل شكلكم. بص لبكرة تتحل مشاكلك في ثانية، زي ما قالوا اضحك تضحك الدنيا. ضحكة واحد مكسوف معزوم على الفطار، ضحكة واحد لرئيسه بس اضطراب. صفرة على نكتة كانت بايخة، ضحكة بنت حلوة من حب دايخة. ضحكة لو خبطت العربية سقطت في الكلية،